يوم الأحد هو يوم من؟ يوم أمير المؤمنين ويوم البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من مظاهرها الجلية مقارعة الظالمين، وقد دفعت حياتها ثمنا لذلك. خلي احنا في كل يوم أحد، أي وظيفة عامة، لكن في يوم الأحد فلتكن مجلة، أفكر أنا كيف أستطيع أن أقارع الظالمين، سواء أكانوا في إسرائيل الحكومة تلك الظالمة والدولة الجائرة، أو في أمريكا أو في العراق، لا فرق، أي ظالم سواء أكان في موقع عام أو خاص فالأخذ خطوة. الإنسان يقتدي بالصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه في بناء الأسرة. فليكن يوم الأحد عندنا هو يوم المرأة، يعني يفكر الإنسان في أن يولي أمه مزيدا من العناية في يوم الأحد كرامة لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، يولي مزيد من العناية والرعاية لزوجته، لبناته، لأخواته، وأيضا للمرأة بشكل عام. يفكر كيف يستطيع أن يحسن من وضع المرأة العام. هاي روابط